السلام عليكم ورحمة الله، هلا بالحبايب. كثير من الرسائل تصلني نفس هذه المشكلة. شيخ، أنا ابتعدت عن القرآن، صار لي فترة ما أخشى في صلاتي، مقصر وايد في صلاة مثلا الجماعة. بالنسبة للرجال أنا مقصرة بالصلاة، بالنسبة للنساء مثلا تأخر صلاتها، يعني مثل هذه المواضيع والأشياء اللي فيها تقصير بجناب الله عز وجل. هذا أمر جيد أول شيء، أن أنت تحس أن أنت مقصر، يعني هذا الحمد لله نعمة من الله أن أنت قلبك حي. طيب، الحل سهل جدا، انك انت تستعين بالله عز وجل وتغير من نفسك. ما في حل سحري ان تسويه وخلاص راح تصير ملتزم بالقرآن او الصلاة. انت لازم يعني تصبر على الطاعة. يعني في البداية راح تحس ان مثلا رجوعك للقرآن فيه صعوبة، تحس ان مراجعة ثقيلة عليك، تحس ان اصبر خليك ريال. نفس الفكرة المرأة، يعني تحافظ على صلاة تحس ان شيء ثقيل على الله عز وجل. يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لما أنت تتغير صج وتصبر على هذا التغيير، تحافظ على صلاة الفجر بشكل مضبوط، تدعو الله عز وجل في مواطن الإجابة، إن الله عز وجل يبلغك حفظ القرآن ومراجعته، وإن الله عز وجل يزيدك الخشوع في الصلاة، وتبذل الأسباب على ذلك، وتسمع شيء مثلا يرطب قلبك، تسمع مثلا محاضرة في فضل القرآن، تسمعين شيء في الخشوع في الصلاة. يعني الإنسان اللي يبي رضا الله عز وجل يدوره ويكون حريص عليه، مو قاعد لي يطالع له مسلسل ويشوف له فيلم وما أدري إيش ويقول ادعي لي شيخ، والله أنا صار لي فترة مبتعدة ما أدري إيش. أنت المشكلة. الله عز وجل يقول من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، شبرا تقربت إليه ذراعا. يعني أشياء إيش كثر رب العالمين بس يبي منك الخطوة الأولى، أنت ما قاعد تسوي حتى الخطوة الأولى. سامحني، يعني لازم أنت اللي تبدي.